فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال: فحذرهم، حذر أبو موسى القراء عن أن يطول عليهم الأمد فتقسو قلوبهم. ثم لما كان نقض الميثاق يدخل فيه نقض ما عهد إليه، أن يطول عليهم الأمد، كل ما تأخر الزمان يفشو الجهل ويفشو الإعراض والانشغال بالدنيا، فالإنسان يكون دائما مرتبطا بكتاب الله عز وجل، لأنه حياة لقلبه ونور لبصيرته وهداية لمسيرته في هذه الحياة، فيتخذ القرآن إماما دائما يتلوه ويعمل به ويتدبره حتى يرتبط به. طال عليهم الأمد، وهذا أيضا يؤخذ منه النهي عن هجر القرآن بحيث لا يتلوه ولا يستمع له، فهذا من طول الأمد عن القرآن والابتعاد عنه.